السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سير شاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هقول لك على فيتشرز او خواص لازم تكون عارفها وانت بتستخدم باوربوينت. دي لازم تبقى موجودة، تبقى عارفها، تبقى عارف تستخدمها ازاي، لان هي فعلا هتسهل عليك شغل كتير. اول حاجة الاي دروبر. الاي دروبر دي اللي هي ايه؟ اللي هو مثلا لو انا عندي دلوقتي صورة هي زي دي وعايز اكتب مثلا الكلمة دي بلون من الوان السحلية دي مثلا، هنيجي هنا مثلا نختار هنا ونيجي هنا في دي مكان الكتابة، وهنيجي في حاجة اسمها eye dropper، وهنيجي هنا ونختار اللون اللي احنا عايزين نختاره من هنا مثلا، فهو هنا اتغير اللون اهو على طول. طب مثلا لو انا عايز مثلا اغيرها مثلا ل eye dropper مثلا اللون الاخضر ده مثلا، اول ما اختار لون اخضر هيختار هنا اسمها eye dropper، ده بيحدد لك الالوان اللي موجودة في الشكل وتقدر تعدلها وتعملها براحتك. تاني خاصية وهي خاصية ان انت تعمل حاجة اسمها grid line. grid line دي اللي هي ايه؟ لما تيجي هنا في كلمة view وتيجي هنا كلمة grid line، ان انت تقدر تخلي الصورة تبقى مظبوطة بالظبط على الصورة اللي جنبها، وتقدر تعمل align وهكذا. تيجي مثلا هنا ونيجي نوسعها تلاقي اللون احمر بيظهر هنا كده، وتيجي هنا بالمنظر ده وتضيق دي كده شوية، وتقدر ان انت تخلي الصور كلها بمحاذاة واحدة وبشكل واحد بالظبط. دي اسمها جريد لاين في قائمة فيو. تعال بس نمسح دي الاول اهي. بعد كده تالت حاجة وهي الريموف، نشيل بس الجريد لاين. ريموف الباك جراوند. الباك جراوند عشان نشيلها هنعمل ايه؟ هنيجي في الصورة هنا في حاجة اسمها بيكتشر فورمات. هنيجي هنا في البيكتشر، لو انت دوست هنا كده مش تظهر بيكتشر فورمات، لازم تدوس على الصورة يظهر لك بيكتشر فورمات. هنعمل حاجة اسمها ريموف باك جراوند، هو بيعمل انالايز اللي هو بيشوف الصورة ينفع نشيل منها ايه. فكل اللون البنفسجي اللي موجود ده كده معمول له هيتشال. فنيجي مثلا في شوية جزع هنا مثلا عايز اشيله، اروح مثلا عامل هنا اللي هو دي، ونعمل هنا كده الجزء ده كده، هتلاقي الجزء ده اوتوماتيكلي اهو. لا ده بيقولك ده كيب، ايوه معلش، اي نعمل ريموف، ايوه هنا بالمنظر ده كده اهو، فتلاقي اللون البنفسجي اتحط عليها اهو كده. اللون البنفسجي ابتدى يتضاف على الحته دي كده اهي، ونيجي نعمل هنا الجزء ده مثلا، ونيجي نعمل الجزء ده كمان، فاللون البنفسجي بيتشال. وبعد كده دوس كيب تشينجز كده اتشالت الصوره، وممكن كمان نشيل شويه حاجات من هنا كمان. دي كده اسمها ريموف باك جراوند. هنا بقى الكوبي ايمجز، لو انت دوست حضرتك كنترول، دوست على الصوره كده ودوست كنترول وسحبت الصوره كده، هتلاقي كده انت خدت كوبي منها. تعملها تاني، دوس كده على الصوره وبعد كده دوس كلمه اللي هو زرار الكنترول وبعد كده اسحبها كده، كده اتسحبت معاك. تمام. بعد كده نيجي هنا في الايديت شيبس. الايديت شيبس دي معموله ازاي بقى؟ لما نيجي نعمل هنا شيب، لما نيجي نختار مثلا هنا شيب مثلا وليكن، او نعمل الشيب ده مثلا، في هنا اللون الاصفر ده كده، لما تيجي نعمل كده كده انت بتعدل في بتخلي الكلام زي شكله بيضاوي، او الشيب ده شكله بيضاوي، او بتخليه الحروف بتاعته تبقى متساويه بالمنظر ده. ما انت ممكن بقى تعمل حاجه هنا تاني، دوس كليك يمين وفي حاجه اسمها ايديت بوينت اهي، ونعمل مثلا كده بالمنظر ده، ونعمل المنظر ده، وتقعد تعدل. طب انا مثلا عايز اعدل هنا مثلا حاجه، ادوس مثلا اد بوينت هنا ونعملها. طب انا مثلا مش عايز هنا، ادوس ديليت بوينت ونقعد نعدل الشيب اللي احنا عايزينه. ده اسمها ايديت شيب. هنا مثلا في الجديده دي اسمها ترانزيشن. الترانزيشن دي اللي انت تقدر تعدل جوه السلايد. الترانزيشن دي حاجات كتيره جدا، يعني مثلا ممكن تعملها مثلا بوش بالمنظر ده، والبوش ده مثلا ده الشكل ده اهو. ممكن مثلا تختار مثلا وايد، الوايد اهو مثلا تعال نعملها كده مثلا دوبليكيت، بحيث ان هم يبقوا اتنين تحت بعض، ونشيل الترانزيشن دي نخليها نون، ونخلي ده مثلا المنظر ده كده، نخلي مثلا بوش، فالبوش اهو مثلا تقدر ان انت تخليه من الشمال لليمين وهكذا. الكت الراندوم الريفيل هيبقى المنظر ده كده. السبليت اللي انت تقدر باشكال كتيره جدا تقدر تعملها، مثلا ده كده الترانزيشن، او اللي انت تقدر تعدل بالترانزيشن على الحاجات دي. هنا بقى الستوك ايمجز. الستوك ايمجز دي بتبقى في قائمه انسرت، بتلاقي فيه لما تدوس على كلمه بيكتشرز هتلاقي في حاجه اسمها ستوك ايمجز. بمجرد ما بتدوس عليها بيطلع لك صور هاي كواليتي. هاي كواليتي بمعنى الحرفي صور بريميوم. الصور دي بتبقى موجوده على مواقع بفلوس، على البرنامج ده الصور دي ببلاش. ده فيها صور وفيها ايكون وفيها كمان كات اوت، اللي انت بتجيب ناس اللي هو مثلا يحمل لك زي كتابه هنا، يعني ماسكين مثلا لوحه فاضيه وانت تكتب لهم هنا. وفي كمان فيديو، الفيديوهات بتاعتهم هاي كواليتي بريميوم بجد.
والاستريشن اللي هي حاجات يعني اللي بيفهموا فيها بقى بتوع التصميم وهكذا. الاشكال دي فعلا دي حاجه اسمها ستوك ايمجز، دي انت تلاقي حاجات كتير، او ممكن تكتب مثلا وليكن داتا مثلا وتدوس انتر يجيب لك حاجات تخص الكلمه اللي انت كتبتها، مثلا كتبت مثلا فروت ودوست انتر يجيب لك حاجات تخص الفروت اللي هي الفاكهه. انا بقول لك ان انت فعلا فعلا ستوك ايمجز دي فعلا فعلا بتفرق كتير قوي. هنا بقى موضوع المورف ترانزيشن، يعني مثلا هنا مثلا دي كده كلمه فروت وهنا البنانة، تعال نعملها هنا كده دوبليكيت عشان تبقى نازله تحتيها كده، يعني دي واحده فوق واحده تحت. تمام، هنروح جايبين البنانة دي هنا وهنجيب الفروت دي هنا كده، نجيب الفروت دي كده هنا ونجيب البنانة هنا كده. تمام، ونعمل على الترانزيشن اللي احنا قلنا الترانزيشن دي بتاعت السلايد، هنيجي نعمل فور مورف قصدي، ونيجي نعمل هنا ونعمل كده بريفيو. بص اللي حصل ان الفروت طلعت هنا والبنانة طلعت هنا، جميلة جدا. نعمل بريفيو تاني، بص بالظبط هو ده اللي حصل. هنا كمان في الباوربوينت في حاجة اسمها ماب، ان انت تعمل انسرت وتعمل حاجة اسمها ماب، ماب اهي تشارت، في هنا كمان ماب، ماب اهي تقدر تعمل ماب وتقدر تعدل من عليها ان انت تظبط كمان شكل الماب وهكذا، وكمان ممكن تحط لها ليبل وهكذا. الماب في قائمة انشارت في حاجة اسمها ماب. هنا بقى الالاين، الالاين بص هنا الالاين داتا دي اللي هي ايه، ان انت تظبط الشيب دي زي بعض. لما تيجي تعمل مثلا الشيب ده مثلا وهنا وهنا وهنا، تروح جايبه كده هنا كده كده، تروح عامل كنترول تدوس كنترول كده كده، وتيجي هنا في الشيب فورمات في حاجة اسمها الاين، الاين اهي، ونخليهم كلهم في السنتر بالظبط، ونعمل لهم align vertical اللي هم يبقوا كده، يبقى بالظبط دي كده جايه بالظبط، دي كده اسمها align. وكمان فيها حته الباك جراوند، يعني انا دلوقتي لما باجي اسحب مربع بلون تاني فوق اللون الازرق بيطلع فوق اللون الازرق، طب انا عايز اخلي اللون الازرق فوقيه، هنيجي هنا في حاجه اسمها send background، اهو اهو كمان أو خليت اللون الازرق فوق اللون البرتقالي، لما اجيب البرتقاني هنا يبقى الازرق فوقيه، لو عايز اطلع البرتقاني فوقيه يبقى برينج فورورد يبقى طلع فوقيه بس كده. الدرو في هنا في قائمه درو حاجات كتير قوي، يعني انت ممكن مثلا تكتب مثلا كذا حاجه، ان انت تقدر مثلا اللي هو مثلا في حاجه اسمها انك تو ماس اللي هي مثلا ايه 3 زائد 4 بيساوي 7، وهنيجي هنا نعمل لهم نشوف الكلام اهو، ونيجي هنا انك تو ماث اللي هو يجيب لك برضه هو مش عارف يحددها، يبقى دي 3 زائد 4 او بيساوي 7، هو جاب 7 لكن 4 دي اللي مش عارف، فانت ممكن مثلا تقول له سيلكت ذا كوركت، هو ده اهو انت تقدر تعدل له دي كده، نقول له ان دي 4 يبقى 3 زائد 4 بيساوي 7، ونعمل انسرت كده طلع لي الرقم اهو، ونقدر ان احنا نحطها مكان دي. اخر حاجه مثلا في الاواخر خالص سمارت سيرش ان ريفيو، لما انت بتيجي تكتب مثلا باوربوينت تيبس ونيجي هنا عند قائمه ريفيو هنلاقي حاجه اسمها سيرش، لما تيجي ندوس على سيرش هتلاقي يجيب لك كل حاجات تخص باوربوينت تيبس. بص لو انا طب انا مثلا عايز اكتب مثلا باوربوينت مثلا وول بيبر، وول بيبر، وندوس انتر ونعمل وول بيبر، وول بيبر اهي، ونعمل كده ونعمل سيرش تاني، هيبقى باوربوينت وول بيبر، فجاب لي صور يخص الباوربوينت ان احنا نحطها في الوول بيبر او صور خلفيات نحطها في الباوربوينت. هنا الامبيد امبيد فونتس، الامبيد فونتس دي اللي هي ايه، دلوقتي انا كاتب الكلام ده او كاتب الخط ده بخط اسمه بكره، طب لو انا دلوقتي لما باجي ابعت السلايد دي عند اي حد بجهاز تاني فالخط ده ممكن ما يبقاش موجود عنده، فانا عايز ابعت له الامبيد ده او السلايد ده او السلايد او البرزنتيشن كلها الملف الباوربوينت كله عايز ابعته له، فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت ممكن تروح جاي هنا في كلمه فايل اوبشن كلمه سيف، هنلاقي في حاجه اسمها امبيد فونت ان ذيس فايل، اول ما تدوس عليها وتدوس اوكي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان اي فونت اللي هي الخط ده بيبقى جوه السلايد جوه الباوربوينت ده بيفضل موجود حتى لو انت بعته ل 100 شخص، هيفضل الخط ده موجود فيه. هنا ايه الشيب انترسكت، الشيب انترسكت دي اللي هي ايه، لما تيجي تعمل مثلا هنا وليكن شيب وتيجي مثلا تجيب مثلا شيب زي الشيب ده مثلا وتروح معلمه كده على الحته دي كده على الجزء ده مثلا كده، تمام، وتروح واقف هنا كده عادي، تروح واقف على الشيب وتروح واقف على الدوس كنترول وبعد كده تروح على الصوره، تمام،
هنيجي هنا في حاجة اسمها شيب فورمات، وهنيجي هنا ونعمل حاجة اسمها انترسكت. لا انا عايز اجيبها الاول معلش. يبقى نقف على الصورة وبعد كده كنترول وبعد كده نقف على الشيب، يعني نقف في الصورة الاول وبعد كده كنترول وبعد كده الشيب، ونيجي هنا ونعمل حاجة اسمها انترسكت. فكده جاب لي الصورة ان هي اتخدت قط على شكل الشيب ده. تمام. هنا بقى اللوك دروينج. اللوك دروينج دي اللي دلوقتي انا عندي الناس اللي بتعمل اي ار دي، اللي هم الناس اللي بيشتغلوا في لغه السيكوال او اي حاجه، اي حد عايز يعمل شويه مايند مابنج او بيعمل حاجات تخص الدايجرام وحاجات زي كده، دي هتبقى مفيده جدا ليه. لما تيجي تعمل انسرت وتيجي تعمل مثلا في الشيب الشكل ده مثلا، تقول له مثلا الشكل ده ينزل ده والشكل ده مثلا، وبعد كده تروح عامل طبعا انسرت شيب، وبعد كده تروح جاي مثلا الشكل ده وتروح سحبه من هنا ينزل هنا. طب فكده الموضوع لفه، فايه اللي بيحصل احسن؟ تروح جاي هنا بقى عشان تبقى شغاله معاك على طول، تعمل كده قائمه انسرت شيب وتيجي عند الشكل اللي انت عايزه، وبعد كده تروح دايس كليك يمين لوك دروينج، تروح دايس عليها تنزل من هنا كده هنا، وتنزل من هنا هنا، وتنزل من هنا هنا، ولا نعمل كده ننزل من هنا هنا، وتنزل من هنا تعمل كده بس كده. دي اسمها لوك دروينج. طب عايز اخرج منها دوس اسكيب بس كده. فكده اكتر من 15 خاصيه في الباوربوينت تقدر دلوقتي تستخدمهم وطبعا تبقى فاهمهم كويس جدا، لان هم دول هيفيدوا كتير قوي. شكرا جدا ليكم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا والله الواحد بيتعب كتير قوي. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.